اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اليوم الصحي، يعني الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. مش عايزين كلام انشاء مغازي، خش في الموضوع. النهارده معانا صلصه الكاري، دايما بتبقى غنيه بالزبده وتاخد في ليفر وطعم كاري. النهارده هنعمل رز بالكاري بطريقه المغازي، فرايد تشيكن بالكاري. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. الرز هيستوي على حده مع الدجاج بتاعنا، ونشوف هياخد طعم الكاري ازاي، ونعرف الكاري ده هل هو عشبه ولا تشكيل التوابل بتتركب في بعضيها تدينا في الاخر طعم الكاري. هنشوف الكلام ده في التفاصيل. معانا اكله النهارده انا شخصيا بحبها، دي عايزه خمس ترغيفه عيش من الفرن اللي على الناصيه يكونوا سخنين زي الفل، اسمها مغموره البتنجان بالطماطم والبصل. الاكله دي من الريف المصري اللطيف الجميل. البتنجان لازم يتغمر جوه البصل والطماطم، يعني يبقى فيه عشق وحب بينهم، وتقعد على النار فتره ساعه زمن لغايه لما البتنجان يدوب مع البصل والطماطم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن يشترط ان احنا نقشر الطماطم، ما تبقاش الطماطم بالقشره بتاعتها. وعشان كده معانا ده ومعانا ده. معانا فطيره النهارده انا بسميها فطيره الايه البدانه، فطيره للاطفال، فطيره للرياضيين، غنيه بالبوتاسيوم والموز، والموز غني جدا بالمعادن اللي موجوده فيه، والفطيره طبعا كمان صحيه، مش هنعجنها بالزبده. مكونات العجينه هنشوفها مع بعض ازاي، وهتعمد النهارده اعجن مع حضراتكم العجينه واحنا شغالين على الهواء بطريقه بسيطه وسهله. تعمل ازاي فطيره تقدر تستخدمها مع موز او تفاح. خلونا نطلع فاصل صغير لان عندي تفاصيل كتير، والاكل الصحي النهارده محتاج تفاصيل كتيره قوي، وان احنا نتعامل مع كل اكله حابينها ونخرج من الدهون اللي موجوده فيها، سواء زبده ولا زيت ولا سمنه. هروح فاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سر الحلقه. معانا ثلاث اطباق حلوين، اذا كان رز بالدجاج والكاري، ومعانا مغموره البتنجان بالطماطم والبصل والحلو بتاعنا. الطبيعي الحاجه اللي بتاخد وقت كبير نبدا بيها الاول. معانا مغموره البتنجان مقاديرها على الشاشه، بصل وبتنجان وطماطم، وكله من خير ارضنا الريف المصري الجميل والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. بتنجان اللي هو البتنجان العروس ده الصغير، في منه الابيض والاسود، بتقشر ومحطوط في ماء حمضي، يعني ميه مخلوطه بشويه ليمون. شوف البتنجان ما بيدوب حلو ازاي؟ اه، لو حطيتيه لوحده في ميه بس هيسود منك. لازم تحط على الميه دي شويه ليمون. اهو انا معايا، اهو معايا بتنجان كتير. اه المقادير على الشاشه، بتنجان متقشر ومعانا بصل وطماطم وخلص الكلام. توابلنا ملح وفلفل وكمون، بس هي دي المقادير. اه والبتنجان متقشر ومحطوط في ميه، تلاحظ ان لونه ابيض ازاي؟ اه فرسان التلفزيون المصري، بتنجان ابيض اسود زي ما انت عايزه، هو في الاخر انا هقشره بالشكل ده كده اهو. حلو الكلام؟ اه. تحطي البتنجان في ميه بليمون، فين الليمون هنا؟ اهو، الليمون معصور وزي الفل، تمام. ولكن عايز اقول حاجه، بتنجان غني بالحديد، قشرتيه وسبتيه من غير اي حاجه يسود ويبقى شكله مش لطيف خالص. ده الليمون اهوت، بتعصريه في الميه كده، سواء بتقطعي فروت سلاط في تفاح وموز ده بيسود، سواء بتنجان بالشكل ده تلاقيه لونه ابيض ازاي؟ زي الفل. يقعد معاك اسبوع في التلاجه بالشكل ده كده بعون الله، كل ما يقعد كل ما بيض ويبقى حلو. والسر في بياضه. هناخد البصل بتاعنا الجميل الحلو ده كده، نبدا بيه يتقطع جوليان يعني شرايح. معايا طاسه بتسخن على النار شديده الحراره، والبصل يتقطع بالشكل ده كده. نروع على البصل بشوية بهارات، شوية توابل حلوين قبل ما نحطه في الزيت. الأكلة دي ميزتها من قلب الريف المصري الصعيد المصري، حاجة بنت عم المسقعة كده اهو. هناخد البصل زي ما هو كده قبل ما احطه في الطاسة مع الزيت، اروع عليه، يعني مش عايز عينيا تدمع، وربنا يكفينا شر دموع العيون. اه اذا كان دموع فرح ماشي. هاخد البصل احط عليها شويه ملح لطاف حلوين، وكمان يا عم الشيف اللهم صل على النبي شويه دقيق صغيرين كده، والبهارات بتاعتنا اللطيفه الحلوه، ملح وفلفل وبابريكا، مش هنحط كركم.
ملح وفلفل وبابريكا. حلو قوي. ونقلب دول كلهم مع بعض. عايز احمر البصل ده ويبقى لونه برونز حلو ولطيف وجميل كده، علشان ننزل عليه بالطماطم اللي احنا قشرناها. الطماطم بتتقشر ازاي؟ ميه مغليه مخلوطه بقليل من الملح حتى الغليان، نسقط فيها الطماطم بعد ما نشرحها دقيقه بالظبط كده وعد لغايه 10، تطلعيها تشيل القشره وهي متقشره معانا وزي الفل. ننزل بالزيت هنا كده، زيت غزير. الاكله دي بتحب زيت الزيتون الكتير، ما تقلقيش. وناخد البصله تنزل زي هنا. اللهم صل على النبي. ونفس الكسروله بخليها جنب. حلو الكلام. واغطي البصله دي يا عم الشيف بعد ما اقلبها، ده الطبيعي. بصلايه حلوه زي دي كده اهي. لا بصلايه بطعم تاني وبشكل تاني، تتاكل نيه زي ما هي كده اهي اهي. خدت التوابل، هتقولي لونها احمر ازاي لان حط عليها بابريكا زيت زيتون بالشكل ده. مش هنزل بالثوم دلوقتي خالص. زي ما هي كده هغطيها. اللهم صل على النبي. احط فيها عود نعناع حلو كده عشان طعم البصل يتغير شويه. يلا اقفل الحله. هو ده نفس الكسروله اللي انا مقطع فيها البصل بشتغل فيها. ما تمليش الحوض وراكي اطباق ومواعين على الفاضي. تعملي طبق بيض من هنا تلاقي الحوض مليان قد كده، تكرهي تخش المطبخ تاني. في نفس الكسروله انا شغال فيها. هاخد البتنجان اللي انا مقشره زي ما هو ومعايا، اعمل فيها شيف. طبعا الشيف بيعمل اكل صحي، الطبيعي ان البتنجان ده ما يتحمرش في الزيت. زي ما هي كده ونحطها هنا. حلو قوي. البتنجان الحلو ده كده اللي بنعدي عند الفكهاني نمس عليه ونسيبه، نروح على المانجا الفص ونروح على الحاجات التانيه. على فكره البتنجان ده بديل للحمه وافيد انواع الخضروات على فكره، غني بالالياف، عمره ما كان ضار للانسان، سبحان الله. مريض سكر ياكل منه، مريض ضغط ياكل منه. بالشكل ده كده. القشره بتاعت البتنجان مش بنحبها احنا قشرناه، لان الاكله دي عايزه تقشير البتنجان. طب هتعمل فيها يا شيف؟ لا ده هيتحمر في الفرن، هياخد زيت زيتون وشويه بهارات حلوين كده زي البصله، وندخله الفرن يتحمر. على البصلايه ما تتحمر في قلب الزيت، هنعرفهم على بعض ان شاء الله. ناخد البتنجان. قشرت البتنجان، بتحطيه في ميه بملح. وارد بعد ما تتعبي على الاكله وتقشري البتنجان تتصل بيكي حماتك تقول لك انا عازماك النهارده على الغدا انت وابني، تاخدي بعضك وتروحي تتغدي وقلبك جامد، تحطي البتنجان في الثلاجه وتعمليه تاني يوم. ده الطبيعي. نقشر كده. زي الفل، ابيض او اسود ما فرقتش، الاثنين هيتقشروا. دي لازم تاخد كميه بتنجان حلوه، لان البتنجان ده بعد ما يتشوي دلوقتي ويتحط في الحله هيخس، ولازم يستوي جامد. فاضل هنا كام ثلاثه. الطماطم سلقناها، مش سلقناها يعني، حطيناها في ميه مغليه بشويه ملح، وبعد كده قشرناها على الشاشه قدام حضراتكم. طماطم متقشره، هي الاكله دي عايزه كده. ادي البتنجان بتاعنا اللطيف الحلو، ونحط عليه شويه ملح صغيرين، ده الطبيعي. ونحط عليه كمان شويه زيت زيتون، هيتشوي في الفرن على فكره في نفس الكسروله اللي انا كنت بحمر فيها البصله. ونحط عليه شويه بهارات من البابريكا والكمون، وفي قلب الفرن يا عم الشيف، وفلفل اسود في الطريق، ونقلبه. ده هيتشوي في الفرن. لو مش عايزاها بقى بالطريقه الصحيه، خدي البتنجان ده بعد بتقطيعه كده وحمريه في قلب الزيت، هيبقى طعمها حلو. انا بحبها كده بصراحه، بس عشان بعمل اكل صحي النهارده طبيعي ان انا لازم اشتغل كده. ما نقولش كلام وخلاص، لما نقول الصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج مش من فراغ. هنا في قلب الفرن، فرسان التلفزيون المصري،
البتنجان العروس بتاعنا الجميل من الأرض الطيبة مصر، سواء أبيض ولا أسود، في قلب الفرن بتوابل تشكيلة يتشوي معانا. هنعمل إيه؟ بص على البصلاية، اللهم صل على النبي، أهي جاهزة بتناديني. الله، إيه الأخبار؟ هو ده بصلاية بقى طعمها وريحتها ولونها وجمالها ودلعها بتتكلم مصر. والعود النعناع حيران. التوم بتاعنا اخباره ايه؟ اللهم صل على النبي. ليه ما نزلتش بالتوم في البداية يا شيف؟ ما ينفعش، هيحمر منك ويسود ويبوظ لك الدنيا كلها. التوم نزل، ننزل بشوية زيت زيتون ونستنى عليه هسة على ما نشوف الطماطم اخبارها ايه. طماطم قشرناها، لازم الاكله دي تتعمل بالخطوات دي، خلي بالك. نضف البلانشه بتاعتنا مكان البتنجان، حلو، عشان نقطع الطماطم اللطيفه الحلوه. على فكره ممكن تعمل الطماطم دي سلطه بنفس الطريقه. قشرت الطماطم، تجيبي زيت زيتون، شويه ريحان، وتعمل سلطه الطماطم بالريحان تبقى لطيفه وجميله. هناخد البلانشه بتاعتنا كده، اللهم صل على النبي، ونيجي كده نقطع مع بعض الطماطم. تقطع ازاي الطماطم؟ بنفس الطريقه، شايفين الطماطم بالشكل ده كده، قشرت وزي الفل. التقطيعه دي مهمه جدا، الاكله دي فيها تفاصيل كتير، هنشوف التفاصيل دي بعد ما تستوي. ليه قطعت الطماطم كده ما ضربتهاش في الخلاط؟ علل ولماذا؟ حلو الكلام، عشان تبان شخصيتها في قلب الاكله بعد الايه؟ بعد السوى. توم احمرت، هو ده. دخلت على الايه؟ على البصله. طريقه تحمير التومه لازم كده، ناخد النعناع ده نخليه هنا، ناخد الطماطم الحلوه ننزل بقى هنا. انا عايزك تعملي الاكله دي، مش مكلفه ثلاثه تعريفه، شويه بتنجان، شويه طماطم، شويه بصل، ولكن الطعم يعلو قمه الهرم في القيمه الغذائيه والمهنيه. نغطيها ونسيبها على النار تعيش مع نفسها. اوعى تنسي وتحطي ملح، احنا حاطين ملح على البصله، وحاطين ملح واحنا بنسلق الطماطم، وحاطين ملح على البتنجان، فهنا الملح معانا نسبه وتناسب. ونسيبها على النار يا عم الشيف تاخد غلوه، بعد ما تاخد شقشاء ميه. يلا بس خلص الكلام، خلونا نغطيها ونطلع مع بعض فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف ازاي نعمل الفرايدي تشيكن بطريقه صحيه بالكاري. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعت لحضراتكم بعد الفاصل باللون الذهبي اللطيف الجميل بتاع البصله المكرمله مع طماطم متقشره، الطعم لطيف وجميل، في انسجام طماطم وبصل. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ وبعدين الدقيق، البصل لما قلبته مع علي الدقيق وحمرته مديني الصوص فيه قوام كده وفيه شخصيه لطيفه، شايفين؟ شايفين الشوط الصوص دول؟ انا عايزهم كده. شفت ده؟ معلات الدقيق هنا بدور البطوله. لها دور كبير قوي على فكره، شايف القوام ده؟ اهو القوام ده نزل من الطماطم والبصل. مش مصيصه معاكي. عشان كده لما تيجي تعملي مسقعه، اقول لك على سر حلو عشان ما تصيصش منك. حمرت البتنجان شرايح، جهزت صوص الطماطم على النار، وحمرت البصلايه حلو، خلاص خلصتيها باطراف اصابع ايدك كده 20 حبايه رز، حطيهم ياخدوا غلوه مع صوص الطماطم، وتحطيه صوص الطماطم مع البتنجان والبصل، تقوم المسقعه بتاعتك تبقى لها قوام وزي الفل. هنغطي الحله دي كده بس، خلينا ناخد بعضينا ونشوف البتنجان اخباره ايه. يا نعم، هلو. طيب البتنجان اخباره ايه؟ نبص عليه كده قبل ما نروح للفطيره بتاعتنا. اللهم صل على النبي. طبعا انا بحمر البتنجان، ولكن الصح المفروض ايه؟ يتحمر في قلب الزيت. انا هنا بشويه في الفرن فلازم اقلبه. ده البتنجان اللي انا مقطعه من شويه. قلبته بالتوابل مع زيت زيتون
بابريكا كمون ملح وفلفل وادخله الفرن تاني يكمل تسوية. مقادير فطيرة الموز بالقرفة والسكر على الشاشة. موز نص سوا، 3 كوبايات من الدقيق، معانا قرفة، معانا فانيليا، حبة البركة، 2 بيضة والزيت. مش هيتحط لها زبدة، ولكن المفروض زبدة. أنا هعملها من غير زبدة. عشان أنا بعمل أكل صحي وبقدر الإمكان بهرب وبشوف مخرج إن أنا أطلع ما استخدمش الزبدة ولا الزيت ولا السمنة. ولو استخدمت حاجة منهم التلاتة بستخدمه بكميات قليلة جدا، ويفضل زيت زيتون. المقادير على الشاشة. هناخد الدقيق بتاعنا اللطيف الحلو ده كده زي الفل، ونحط عليه البيكنج باودر. دقيق على بيكنج باودر وقلبه. دقيق وبيكنج باودر عينيا، واخد الدقيق ده كده عينيا اللي انت عايزه الدقيق حطيت عليه بيكنج باودر واحطه على البلانش كده عشان اعجن هنا هعمل فطيره دلوقتي تاكل صوابعك وراها وفي قلب الدقيق ده يا عم الشيف. حلوة. وفي قلب الدقيق ده احط الزيت واكسر البطين طبيعي زي الفل، اللهم صل على النبي، واحط رشة الملح بتاعتي وسنة القرفة بتاعتي، وربنا يعيننا ونعجن العجينة الحلوة دي كده. حلو. طبعا احنا بنعمل شو، مش مطلوب منك تعملي انت الجو ده، انت عندك عجانة حطهم في قلب العجانة ضربة والتانية طلعت معاك. عندك مكان للعجين بيبقى فيه طبعا عندنا كسرولة نعجن فيها عادي، عايزة تعملي زي كده وتفرحي بنفسك وتعملي مفيش مشكلة عادي، لازم تبيني مهارتك كده ويكون عندك شخصية جواكي. أهم حاجة ثقتك في نفسك، بتخليكي تعبري قناة السويس، تخليكي تطلعي الهرم. الثقة في النفس أهم حاجة. الدقيق مع الزيت مع البيض مع البيكنج باودر مع الملح كل ده مع بعضه نتدخل بإيدينا بقى خلاص زي الفل. جايب حاجة يعني معايا الحاجة دي كده زي ما انا شغال كده، الاسبانيولا دي كده فرحان بيها، بلاستيكية الصنع. وناخد العجينة كده اللهم صل على النبي. طب دي هنلمها ازاي بقى؟ لازم كل ده يبقى فيه نسيج واحد. انا بعمل فطيرة من غير لا زبدة ولا سمنة، بعملها بالزيت والبيض بقدر الامكان، يعني فيها بوتاسيوم، يعني فيها كالسيوم، يعني قيمتها الغذائيه عاليه جدا. ممكن تعملها بالشوفان على فكره، ممكن تعملها بدقيق الذره على فكره. هناخد دلوقتي شويه ميه او شويه حليب حسب الرغبه، ممكن تحط حليب قليل الدسمه او تحط ميه عاديه خالص، انت الاختيار ليكي انت والصحه بقى زي ما بيقولوا. يعني عايز اكل صحي 100% 80% 50% اختيارك. نفتحها كده مع بعض. هتحط حليب ولا ميه يا شيف؟ بصراحه معانا الحليب اللي معانا كامل الدسم عشان يبقى كده بنشتغل بذمه، نحط شويه ميه ونعجن. احتاجت ميه بنحط، عشان كده عيار الميه متفاوت في المقادير دايما. بتعملي كحك، بتعملي بسكويت، بتعملي حلويات، بتعملي عجينه، بتعملي بيتزا، دايما يقول لك الميه حسب الايه الاحتياج. تحتاج شويه ميه تاني واعجن لغايه لما العجينه بتاعتي يبقى لها قوام وتلاقي البلانشه اللي انا شغال عليها او الكاونتر بتاعي ده كده ما عليهوش اثار للدقيق خالص خليكي صبوره كده، يعني لازم نعجن فيها اقل حاجه 10 دقائق، احنا مش هنقعد 10 دقائق ولا حاجه طب لو عندك عجانه سريعه، بس انا دايما والله العظيم احب اعمل العجين بايدي، بحس بمتعه. هنا الخبرة الطهوية
حلو قوي. وبعدين مش كل بيت فيه عجان، يعني امي كان عندها عجانه ولا كنت تسمع عنها؟ دايما ببدا بنفسي علشان ما نقولش ايه احنا عندنا ولا لا خالص. هو ده. دي لسه عايزه هسه شويه ميه صغيرين قوي قوي قوي، يعني معلقتك بس خلاص. شفت بقى ازاي بتعجني بايديكي؟ بيبقى عندك ايه؟ حاسه بالعجينه بين ايدك كده. خلاص خلصت المقادير، المها بقى كده وهتفرجي على الرخامه دلوقتي، مش هفسحها ولا اي حاجه خالص، هي لوحدها كده هتنضف بين ايدي. شفت الم العجينه ازاي؟ بعلمك ازاي تعجني في البيت العجينه اللطيفه الحلوه. المها، وبعد ما المها خليها على جنب 10 دقايق على ما اشوف ايه قصه الدجاج بالكاري. معايا فرسان التلفزيون المصري جايبين تفاصيل العجينه وهي بتتلم على الكاونتر بتاعي. وايديا دلوقتي هتطلع من العجينه زي الشعره من العجينه، ما فيهاش اي متعلقات خالص ولا اثار بالعجينه اهو. في اثار هنا؟ شيل ده من هنا. لازم الرخامه تكون نظيفه، لازم الكاونتر يكون نظيف. كده العجينه بتاعتي جاهزه، بلمها كده. علمتك ازاي تعجين عجينه بطريقه سهله وبسيطه. بعد ما خلاها كده اهو زي الفل، وايديا ما عجنتش ولا اي حاجه زي الفل. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الفرايد تشيكن بالكاري، مقاديره على الشاشه. بسيطه وسهله. دجاج صدور، حلو قوي. دجاج صدور، رز مصري، ممكن رز بسمتي اختياري، انا بحبه بالرز المصري. والمقادير على الشاشه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ومعانا كمان البهارات بتاعتنا والكاري. عينيا. الريحه قلب الاستوديو. بصل وطماطم، بس الريحه قويه جدا. بصل ارضنا ده مش موجود في اي بقعه من الارض. القران الكريم اللي قال بصلها وثومها وعدسها. شايف البصل؟ والله العظيم بجد مش عارفين يخلط البصل بالطماطم، كانت امي تعملها الله يرحمها. والله العظيم اكل 5 ترغيفة عيش بيها. بصل وطماطم، والحب اللي طالع من ايديها بقى في قلب البصل والطماطم، تحس انك بتاكل عسل نحل. هنخليها كده على جنب. طب ما نشوف البتنجان يمكن استوى، نسقطها فيه ونخلص، ايه رايكم؟ يلا تعالوا معايا نبص ايه الدنيا. استوى زي الفل. ادي البتنجان، شيل الدقيق ده من هنا خلاص. اخبار البتنجان ايه يا عم الشيف؟ حلو قوي البتنجان ده. لا ده حكايه اهو. بص على البتنجان وصورني معاه، حاجه لطيفه خالص وبسيطه اهو. هعمل ايه بقى؟ هاخد البتنجان زي ما هو كده، شايف؟ بنفس بالصوص بتاعه كله كده هينزل في قلب الخلطه. شايف البتنجان؟ اعتقد ان هو 3/4 سوا هنا. لا ده هيتحط هنا دلوقتي، ما تقلقش. اصبر علي حبيبي، حبيب والديك. نحط دي على النار كده، وناخد البتنجان الحلو ده كده. دي سخنه، خلي بالك، عندك طفلك عندك بنوتك يخشوا المطبخ تعملي ايه يا ماما؟ ده شبه الفراخ. ما هو اللي مش عارفه بالبدايه خالص مش هيفتكر ده بتنجان. شايف البتنجان نازل فرحان ازاي؟ ايه الاكله دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لا 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 تنفعش. ونقلب سخنه. سلام على، سيبها على النار بقى، هاديه نار هاديه خالص. قد ايه يا شيف؟ للامانه دي عايزه لها نص ساعه على النار، ونار هاديه والناسه. نار هسه كده والناسه زي الدماسه كده، وتسيبها على النار. تلاقي البتنجان ده داب، لا انت عارفاه من الطماطم ولا عارفاه من البصل، كله مع بعضه سايح. اكله اسمها مغموره البتنجان بالبصل والطماطم، من خير الريف المصري والصعيد المصري. توابلها فيها، اغطيها واسيبها على نار هاديه. سر الاكله دي في تسويتها،
وتقطيع الخضار بتاعها. ثلاث حاجات: سر الخضار في تسويتها، وتقطيع الخضار بتاعها، والبصلايه اللي انا كرملتها. هنغطيها وناخد بعدين نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي ربنا يقدرنا يعني، ونعمل اللي بقى عندنا فراخ بالكاري ومعانا الفطيره بتاعتنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والمصداقية والشفافية ده شعارنا على شاشة القناة الأولى. في الفاصل عملت ايه يا مغازي؟ فردت العجينة، ساعدني فيها أخويا مصطفى شفيق، ربنا يديله الصحة. خلي بالكم احنا كلنا هنا إيد واحدة، يعني بيحصل حاجات في الفاصل كده لطيفة وجميلة، بنتعلم الطهي ازاي. البتنجان استوى، أخباره ايه؟ نبص عليه كده. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. مغمورة البتنجان اروح واجي وابص لها. لازم نار هادية، خلي بالك. عشان دي لو وصلت لها نار شديدة هتبوظ لك الطعم. تشم ريحة شياط ويبقى شكلنا وحش قوي، خلي بالك. البصلاية والطماطم بالذات لو طالهم النار خلاص الحلاوة والجمال والطعم مش هتلاقيه. مش عايزة مية ولا أي حاجة خالص. نوطي النار سنة كده، هسة هسة هسة. الفطيرة أنا فردتها وحطيتها فين؟ في الصينية. هعمل إيه يا عم الشيف؟ صينية جبت فيها ورقة زبدة، وفردت العجينة بتاعتي، بقيت المقادير فيها موز، فيها شوية فانيليا، فيها شوية قرفة وشوية سكر، أكتر من كده مفيش. ممكن نحط عصرة ليمونة للأمانة. حلو، هنعملها ازاي مع بعض واحنا شغالين حالا دلوقتي. الموز عندنا يبقى نص سوا، يتجاب بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. تعالى يا عم الموز، شفتش الموز ده انت يا درش؟ تقشر كده. عملت ايه يا عم الشيف؟ قشرت الموز وحطيت عليه ليمون عشان بقى ايه ما يسودش. شويه قرفه، نعم شويه فانيليا وشويه قرفه على الموز، وشويه دقيق كده باطراف اصابع ايدي، واقلب الموز ده كده في الليمون في الفانيليا في القرفه. شايفين الجو ده كده؟ عندي سكر، اللهم صل على النبي. السكر ده اختياري بقى، يعني قد ايه يا شيف؟ ده كتير قوي. نص كوبايه كده. على فكره ممكن تستخدموا سكر فواكه. اللي قاعد بيشوفني دلوقتي الشيف المغازي قال دي فطيره صحيه، بدل السكر اللي انا حاطه ده ممكن نستخدم سكر فواكه. حلو كده، لطيف وجميل، مش مكلف ولا حاجة. عندنا الموز بنجيبه في الآخر يقول لك الموز خلاص لونه اتغير، الموزاية دي اتكسرت مني، خليها هنا كده. حلو قوي، ودرجة حرارة الفرن عندي 180. هاخد البهريز ده كده بحطه على وش العجينة. معلقة الدقيق اللي أنا حاططها لها دور كبير جدا، بتثبت القوام ده على العجينة. وادخلها الفرن يا عم الشيف. يلا، درجة حرارة الفرن كام؟ 180. مكانها فين في الفرن؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. نفتح الفرن ونغير الأماكن، ناخدها كده ونحطها هنا كده، اللهم صل على النبي. زي الفل. ادي الصينية بتاعتنا، تعالي يا حلوة، زي ما هي كده. في قلب الفرن، تمام. هنحط حبة البركة بعدين. عيني اهو، حاضر يا ابن حلال. بص عليها. اللهم صل على النبي. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل الرز بالكاري. مقادير الرز بالكاري على الشاشه يا استاذه ريحان بعد اذنك. معانا كاري، ومعانا دجاج، ومعانا رز مصري
زي الفل. والبلانشة بتاعتنا نجيبها عشان نقطع عليها الفراخ. والنظافة يا عم الشيف في البداية أهم كل حاجة. وتعالوا نشوفوا نعمل الأكلة دي إزاي مع بعض. أنا عايزك في الروحة والجاية فرسان التلفزيون المصري نشوف البتنجان وهو فيه انسجام كبير بين البصل والثوم. بجد يعني اليخنة البتنجان بتاعتنا الجميلة أو مغمورة البتنجان. يا شيماء. يا شيف. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. إيه الجمال ده يا شيف؟ نعمين. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ ربنا يكبر بخاطرك أمريني. فطيرتي الموز. لا أنا كنت عاوزة تهنئة بالنسبة لعيد ميلاد أخويا الكبير. عيد ميلاد أخوك الكبير. ربنا يخليه لينا يا رب. آمين يا رب ويخلي كل الإخوات. عيد ميلاد 55. ربنا يديله العمر والصحة يا ست الكل. يخليه لينا يا رب ولاولاده ولينا كلنا يا رب. آمين يا رب العالمين. عيد ميلاده؟ الدجاج اتقطع بالشكل ده كده. فرايد تشيكن يعني نقطع الدجاج كاريهات مكعبات صغيرة يعني. بالشكل ده كده. وياخد الصدمة النارية اللطيفة الحلوة المخلوطة بالتومة والبصلة وشوية البهارات الحلوين والكاري طبعا أساسي. بطل التوابل هنا الكاري. الكاري ده تشكيلة من التوابل العطار بيعملها بتختلف من عطار للتاني ومن بلد للتانية بنسب المتفاوتة لتركيبة التوابل. ده المصطلح العلمي أو التفسير العلمي الكاري. ليس عشبة ليس شجرة أهو ليس ثمرة. الكركم هو اللي شجرة وهو ده رقم واحد في تركيبة الكاري عشان كده بتلاقوا لونه مد على كركم أهو. بعد بقى بيحطوا له جوزة الطيب حبهان كمون كل ده مطحون ناعم بنسب متفاوتة. ده الدجاج زي الفل. بنحط عليه التوم يا عم الشيف. بنحط عليه بصلة يا عم الشيف. يا نعم. عيد ميلاد زميلنا الجميل المصور محمد صلاح وده ابنه مالك. يا مالك يا ابن محمد صلاح يا جميل المصور. قال لك الصورة تعني ألف كلمة من محمد صلاح. كل سنة طيب يا مالك. زيت زيتون حلو مع البصلة والتومة زي الفل. الكاري بتاعنا اللطيف الحلو اللهم صل على النبي. ننزل بينا كده وانا بحب مع الكاري شويه بابريكا حلوين. الفراخ هنا مغموره بالكاري والتوابل. هناخد كل ده مع بعض يا عم الشيف ونسقطه في زيت الزيتون الحلو اللي معانا ده كده درجه حراره شديده زي ما هو كده. يلا الصوره الحلوه من الطاسه وجبنا الخلاصه ايه الحلاوه دي يا شيف. الاكله بتتكلم عن نفسها مصري. تقول لي بقى المطبخ الهندي والياباني لا لا لا. تقلب كده. هتقولي لي بقى دلوقتي الرز هيستوي امتى يا مغازي وانت قلت الدجاج. اصبر على رزقك انا مش عايزك تستعجل. انت بص البتنجان ده الواحد يشبع. قلبه بقى تقليبه كده. بص واحنا بنقلبه بص بص الجمال ده كده. بص جيب لي الفقاقيع كده والغليان والبكبكه اللطيفه. البتنجان بيسبح والبصله والتومه. ايه ده؟ بيتكلم مصري. لسه مش هشيلها من النار خالص دلوقتي غير لما المخرج يقول لي خلاص وقتك. نقلب كده. عايز زيت زيتون تاني. معايا شويه رز مصري. الرز عشان ما ياخدش وقت كبير في السوا معاكي بتعمليه يا ست الكل. بتغسليه مره اتنين تلاته حسب نوعية الرز وبعد كده تصفيه بالمية تماما. ما تخليش فيه أي مية عشان ما يتكسرش منك ويعجل. وتسيبيه على جنب ما ياخدش وقت كبير منك في السوى. نحمر الفراخ كويس صدمة نارية مع البصلة والتومة مع البهارات اللطيفة الجميلة بالشكل ده كده. عندنا الرز المصري بتاعنا اللهم صل ده كتير
عايزه بقى تعشي الجيران والحبايب كتري مفيش مشكله، ما حدش هيقول لك الرز ياما ليه، الرز هيبقى طعمه حلو. عايزه بقى كده تخش على المفيد شويه رز صغيرين مع الفراخ ماشي، ده اختياري. يعني هي المفروض كوبايه رز واحده. المساعده بتاعت المشاهد طبعا الرز ببلاش، فهي جايبه ايه رز كتير. شايف التقليبه دي؟ وعندي ميه بتغلى على النار، خلي بالك انت حاطه ملح وتحط ملح تاني. ونفلفل الرز مع الدجاج كويس، دي لازم الرز يتقلب مع الدجاج تقليبه حلوه. وننضف البوتاجاز والبلانشه. حاضر، شوفوا بسمع الكلام ازاي، عشان ننجح لازم نسمع كلام الكبير واللي عينه شايفه اللي احنا مش شايفينه، ده الطبيعي اهو. شايفه ايه الحلاوه دي اهو، تقليبه حلوه. لازم الرز يتفلفل مع الدجاج والتوابل كله يبقى انسجام واحد بالشكل ده كده اهو. عندي ميه بتغلى على النار، هنا عيار الميه مختلف خلي بالك، ليه؟ عشان في دجاج هيديني سوائل. عند الميه ايه؟ يلا يا ويلي، الصوت ده قلب الصغير لا يتحمل. والله عندك شوربه فراخ شوربه لحمه مش هتقول لا. فين الدهون اللي استخدمتها هنا؟ حد يقول لي بقى. الفراخ من اللحوم البيضاء الامنه، حلو، صدور الفراخ بالذات، وخاصه لو شايلين الجلده. استخدمت زيت زيتون، لا سمنه ولا زبده. وشويه الرز المصري الحلوين، الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيهم. والحله فيه انسجام، نغطيها ولا ما نغطاش؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين، اغطيها. اخدها كده ونغطيها، اللهم صل على النبي. شوف انا اعمل ايه وانا بغطيها، بحب كده دايما. يلا غطيها يا شيف. نغرف المغموره. فين السرفيز الحلو؟ تمساح ده، تعالى يا حلو، الطبق ده يستاهلها. والمغموره بتاعتنا، اللهم صل على النبي اهي. أساتذة المصورين حبايبي اللي انا بحبهم، الصوره تعني ألف كلمه، بس على شاشه القناه الاولى مليون كلمه. ايه الحلاوه ده يا شيخ؟ حاضر يا فندم، العب. خلص الكلام، ألف أنا وشيفها. لا الأكلة دي عايزة ناصية ناصية الفرن، ناصية الشارع، في فرن تعيش، صح يا عم أشرف؟ حلو. طيب ماشي، وتجيب خمس ست رغيفة عيش حلوين وبألف أنا وشيفة، ده بيعمل إيه هنا ده؟ ده خلاص خدنا اللي إحنا عايزينه منك، العود النعناع ده. ألف أنا وشيفة. فين البتنجان والطماطم والبصل؟ ليه قشرت البتنجان يا شيف؟ عشان شخصيته تنسجم مع شخصية البصل والطماطم، مش أنا قشرت الطماطم؟ طب ينفع كده؟ لازم نقشر الاتنين، حلو؟ الأكلة دي عدلة عيش سخن مش رز. وتتاكل باردة، كل ما تبرد كل ما تحلو. ألف أنا وشيفة اللي ياكل منها. الفطيرة أبص عليها، حاضر عينيا. طبعا الموز بيتكرمل مع العجينة مع الدلع، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ زي الفل. احنا معانا الفطيرة يا ست الكل، والله شفناها، هنحطها كده في المكان الحلو ده كده اهو، اللهم صل على النبي. بص عليها بصة حلوة، الموز فيه انسجام، اطلع من المغمورة الحلوة، ايه الحلاوة دي؟ الموز مع العجينة الحلوة اللطيفة السهلة، نسبة الدسامة ونسبة الدهون قليلة جدا، معانا حبة البركة هنحطها عليها عشان تاخد كده الريحة بتاعتها الحلوة. أنا بحب حبة البركة دايما بتكون على المخبوزات أو على الحلويات أهو. ليه ما حطيتش حبة البركة من الأول يا شيف؟ عشان ما تتحرقش وتسمرش، تديني لون. بنزل كده فيها في المرحلة الأخيرة من السوى اهو، الفرن اهو، شفت حبه البركه بتنزل ازاي على الموز اهو. هنا بقى اختلاط العجينه بحبه البركه بتودينا في حته تانية خالص. نقفلها كده، يلا مع السلامه. تمام، المغموره بتاعتنا اخبارها ايه؟ ونقول كلمتين حلوين مع بعض كده.
خش المطبخ وانت مزاجك رايق. اول حاجه تخش تسمي بسم الله، تشربي المشروب بتاعك اذا كان شاي ولا قهوه او ينسون، وبعدين تفكري تعملي ايه النهارده. اكل صحي، وانا عايزك تكتبي على باب التلاجه كده يوم الاحد زي الشيف البغازي ما قال، بيبقى الاكل صحي. صحي يعني اطلع اللي في التلاجه واعمله بطريقه صحيه. حلو، انا عملت النهارده اهو الدجاج، اهو استوى الدجاج، شفت الرز خلاص طلعت الاكله بتاعتي. شفت ان طالما نشف ميته كده خلاص شرب الميه والدجاج استوى، ما خدتش وقت كبير. ويسمحوا لنا كمان بدقيقتين زياده زي الفل. شفت اهو عملنا البتنجان، طلعنا البتنجان قشرناه حطيناه في ميه بمحلول حامض، عصير ليمون، ما عندكيش ليمون حطي عصير برتقال زي الفل عشان البتنجان ما يسودش. كل ده لازم تعرفي المعلومه ديت علشان لما تقف في المطبخ تقف رايقه وفاهمه وعارفه انت بتعملي ايه، لان ممكن البتنجان يسود من حضرتك وانت شغاله ويخليكي طبعا تاخدي فكره غلط عن الاكله. يا نعبه الزرع حال، الله عليكي بنت حلال والله. شفتوا ازاي واسطه معانا، واسطه جابت لنا دقيقتين زياده، دقيقتين زياده اللي عندي دول بقى احلى حاجه. الله حلو قوي، تمام. شفت انا كده لازم الشكل ده زي الفل. السلطه الخضراء بتاعتنا النهارده لطيفه وجميله، عملناها دايت، شايفين الشكل اللطيف الحلو ده كده، الخيار لوحده والطماطم لوحده وفلفله ملونه جزر، الاطفال بيحبوا الحاجات دي. ممكن تحط عليها الصلصه اللي انت حباها، انا شخصيا بحبها كده. ممكن نحط شويه زيت زيتون مع عصير ليمون تبقى لطيفه وجميله. شوف الحلو بتاعنا نطلعه من الفرن. ايه الاخبار؟ هو ده. انت عايز حاجه حلوه هنا؟ حاضر عينيا. مخرج الجميل عايز ايه؟ ايه يا زهر حامد السؤال ده؟ السؤال ده ايه انواع البهارات اللي تمشي مع كل الاكل؟ طب لو حطينا ايه نوع بهارات على كل الاكل هيبقى الاكل كله طعم واحد. يعني فكل اكله ولها بهاراتها، خلوا بالكم. مثلا الكبسه من المطبخ السعودي او المطبخ العربي لها بهاراتها، ما فيش نلعب فيها خالص. بهارات العربيه اللي هي القرفه، الدارسين، الحبان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار ده الطبيعي، وطبعا اللومي اللي هو الليمون الجاف. عينيا. اما بالنسبه لاي اكله المطبخ المصري له توابله تتكلم عن نفسها. ودايما انا بقول اللي بيتكلم لغه العالم او لغه البلد هي التوابل. جينا لزيت السمسم مع الصويا صوص وصلصه المحار كده احنا في اليابان وفي الصين. جينا للريحان والزيتون وزيت الزيتون والاوريجانو كده احنا في ايطاليا او في لبنان. الاثنين مدرسه واحده. حلو الكلام؟ جينا على الفلفله الحلوه والكزبره الخضراء والهريسه الحمراء كده احنا في البرازيل. خلي بالكم، وفي المكسيك. كل اكله لها توابلها وكل مطبخ له توابله. والتوابل هو عنوان المطبخ. الفطيره بتاعتي الجميله. الله ابن حلال دي مكانها. الفطيره بتاعتي الجميله. بسكوتة مع الموز، الرز عينيا، هنغرف الرز في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. هيلعب. يلا بقى دلعني بقى وانا بغرف رشات الرز ده، انا فرحان بيهم دول. رز بالدجاج والكاري عينيا. حاضر. ليه باليمين ما ينفعش بالشمال؟ حلو. الف هنا وشيفا دي اللي ياكل. ايه سر تسويه الرز سريعا يا شيف؟ تاني اغسلي الرز مره اتنين تلاته وصفيه جيدا من الماء او حطيه في مصفى على جنب وتسيبيه نص ساعه زمن، مش هياخد منك وقت كبير في السوى. انما لو عكس كده حطيت الرز في ميه ونقعتيه في الميه وبقيت شاطره وقلت لا انا هعمل غير الشيف المغازي، الرز ده بعد ما يستوي هيتكسر منك ويعجن منك وهو لسه ما استواش. ومجرد ما تضربي فيه المعلقه وتقلبيه. شايفين الرز نازل مع حبه الدجاج بينافسها. في منافسه بينهم يعني. فين الدجاج من الرز؟ الطعم واحد والشكل واحد والرب واحد. هتعمل ايه يا شيف؟ اوعى عودني عناع. اللهم صل على النبي.
ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير. اكل صحي بعلامه او باماره زي ما بيقولوا، باماره ان انا عملت مغمره البتنجان بزيت زيتون ما استخدمتش اي دهون، وشويت البتنجان في الفرن بديل ان انا احمره في الزيت. عملت الفرايد رايز او الرز بالدجاج والكاري، استخدامي كان زيت زيتون والدجاج الاحمر، الدجاج الابيض طبعا، صدور الفراخ خاليه من كل الدهون. الحلو بتاعي موز، والموز كلنا غني بالبوتاسيوم والرياضيين والاطفال، بيختلف الطعم اذا بنضربه في العصير في الخلاط مع عصير او بنستخدمه في الحلويات، ولكن النهارده عملته مع بسكوته حلوه. البسكوته مكوناتها في متناول الجميع دقيق وملعقتين زيت مع بيضتين وعجنت العجينه يا اما بحليب يا اما بمي. السفره بتاعتي ايا كانت لازم يكون على طبق السلطه كل يوم بشكل تاني وبطعم تاني مختلف. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين؟ من ماس بيرو.